شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مساء أمس الأحد استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد بتروسبورت ضمن الجولة 27 للدوري الممتاز. أزمة عنيفة بين حسام حسن المدير الفني للفريق وباسم مرسي مهاجم النادي السكندري المعار من الزمالك، بعدما قام المدير الفني بتحفيز اللاعبين للفوز على الأبيض ووصفه بفريق عادي وغير مخيف، الأمر الذي أثار استياء اللاعب ورفضه شكلا وموضوعا، وطلب مدربه بضرورة الحديث عن الأبيض بشكل يليق في لافتة غريبة وغير مبررة من لاعب يرتدي تيشيرت سموحة بعقد احترافي منذ يناير الماضي. وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استبعاد باسم مرسي من قائمة الفريق السكندري، كما ترددت أنباء عن تدخل إبراهيم حسن مدير الكرة واتخاذ قرار بإيقاف اللاعب لنهاية الموسم الحالي عقب دخوله في مشادة مع المدير الفني، إلا أن فرج عامر يسعى للتدخل من أجل إنهاء الأزمة وعقد صلح بين الطرفين في ظل حاجة الفريق لجهود اللاعبين قبل أن يعلن غياب باسم مرسي عن مباراة الزمالك فقط وعدم استبعاده لنهاية الموسم.